السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مسيتم بالخير جميعا. كيف حالكم؟ طيبين؟ أهلا وسهلا بالجميع، يا مرحبا، أهلا بكم جميعا. طيب نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. أهلا وسهلا بكم، وحشتوني والله. خلونا ندخل في الموضوع على طول، عشان أنا عارف إنه بعض الشباب عندهم مباريات يتفرجوها، ويعني البعض عنده دوامات كمان، خصوصا في دول الخليج الوقت عندهم الآن يعني 10:38 يعني خلاص وقت النوم. لكن خلونا ندخل في الموضوع على طول. سألت سؤال في سناب شات، لما تجيك حالة من الرعب، الخوف، الأزمة، الاضطراب، الضيقة، يعني حالة تعتريك الآن، حالة على قولتهم مش كويسة، ما العمل الذي تقوم به من أجل تخفيف وطأة هذا الشيء الذي اعتراك، ومن أجل أن تسير أمورك بالشكل اللي حتى ولو كان مش ولا بد، لكنه قاعد يصير بأنت بطريقة أنك أنت قاعد تخفف فيه هذه النفسية اللي أصابتك، سواء كانت زي ما قلت لكم من حزن أو ضيق أو 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 أو. كانت الإجابات في السناب شات أنه الكل يعني عندهم عامل مشترك واحد، لكن بعضهم قال أروح أمشي، بعضهم قال أروح طبعا أمشي زايد أذكر الله، واحد قال أنا أروح أقترب نفسي أقرأ قرآن، واحد قال أنا أروح ألعب رياضة كورة مع زملائي، واحد قال أنا أروح يعني أجلس مع الأهل. لاحظ أنه في عامل مشترك في هذه الأمور كلها اللي هو التشاغل، وبعضهم حتى بعضهم صار يخطي خطوات غير صحيحة من أجل أن ينسى هذا الهم أو هذه المشكلة. عموما أنا بتكلم عن نقطة العامل المشترك هذا اللي هو خطوة نحو الانشغال عن هذا الهم. لكن غالب الأجوبة أو 99% كلهم اتفقوا على قضية الخلوة بالنفس، الانعزال على الناس، الانعزال على التفكير، الانشغال بحاجة تبعدني عن هذا التفكير أو هذا الهم. وهذه الخطوة صحيحة جدا جدا جدا، وهذا الذي فعلته مريم عليها السلام عندما يعني جاء جبريل، قال الله سبحانه وتعالى فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. حتى أنه في المرحلة الأولى لما راحت تتعبى تحددت الوجهة شرقية، راح للشرق لأنه ما عندها هم، لكن لما جاءها هم خرجت كذا هائمة مكانا قصيا بعيدا أي مكان، مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام عندما أذوها للطائف، قال فطفقت هائما على وجهي لم أستفيق إلا في قرن الثعالب، منطقة بين مكة والطائف، من شدة الهم. الخروج من المشكلة لابد يكون في انتقالة، في خطوة. إيش الفكرة؟ هذا طبيعي عند الإنسان، يعني أنت بهذه الخطوة اللي أنت قاعد تسويها ترى طبيعة عند الإنسان، لكن مين الموفق اللي يروح للمكان الصح إلى المنطقة الآمنة وما يطول المشوار على نفسه؟ أنت لو رحت لعبت رياضة حيخفف وطأة الألم عندك، لكن فترة، زي إبرة مخدرة، يعني زي إبرة تخدير شوية كده تعطيك، حترجع لنفس المشكلة. تروح مثلا تقابل أصحابك تبغى تخرج، ترجع لنفس المشكلة. النقطة المهمة جدا، الموطن اللي احنا كلنا لازم نتعرف عليه في اليوم هذا، اللي هو كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث، يا جماعة ما منا من أحد إلا ويعتريه ما يعتريه، والله المتحدث والمستمع كلنا عندنا هموم، وكل واحد مننا هو أعلم بذاته ويعلم ما يمر به، يكون مبتسما يتحدث للناس، لكن إذا كشفت الحجب كان في داخله هم لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. البعض مسحور، البعض مهموم، البعض فيه مرض، البعض فيه اكتئاب، البعض عنده وسواس، البعض هذه من يعلمها؟ ما يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى وصاحب الهم. الانشغال إلى خطوة الهروب هذا إلى المنطقة الغير آمنة إضاعة للوقت، مضيعة للوقت، في استطالة. أنت يعني حتلاحظ في فرق، تروح تسافر تلف الدنيا ما في مشكلة، بس حترجع لنفس النقطة، تمام؟ حندور حنرجع لنفس النقطة. لكن في عمل فعله المطيب أهل أفواه بالصلاة والسلام عليه وعلمنا إياه، والصحابة شافوه، كلما أتاه هم راح يسوي هذا العمل، وهذا العمل عمل والله والله والله. يعني شوفوا،
كان النبي عليه الصلاة والسلام نقل لنا الصحابة رضوان الله عليهم إذا فزعه أمر، وفي رواية إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، جاك أمر طارئ، هم، مرحلة قادمة، افزع إلى الصلاة، اذهب إلى الصلاة. ليش؟ صلتك من بيده بمن بيده كل شيء، مستقبلك، الأمر اللي أنت خايف منه، الأمر الماضي، ذنوب معينة، افزع إلى الصلاة. لاحظ، أنا ما حتكلم عن يعني كيف نخشع وكذا، لأنه أنت لو تأخذ الفكرة صحيحة في بداية دخولك إلى الصلاة غصبا عنك تخشع. يعني في مناطق للخشوع داخل الصلاة لازم تتعلمها، في برنامج الشيخ مشاري الخراز اسمه كيف تتلذذ بالصلاة، حيعلمك أشياء كثيرة. لكن أنت لما تهيئ نفسك قبل الدخول إلى الصلاة حتلاقي غصبا عنك تخشع. يعني أنا أديك مثال، أنت الآن جاك هم مثلا، خلينا نقول مو هم، مصيبة، المصيبة هذه فقدان أحد الأحبة. أسألك بالله، الله أكبر، يعني مثلا الآن إحنا في العشاء، العشاء توفى خالك، أخوك، أبوك، أمك، تمام؟ صلاة العشاء كيف حتكون؟ صلاة أخرى، صلاة أنت فيها منكسر، تمام؟ وتعرف أنه يا الله جاك واحد أعزه، حتكون صلاتك غير تماما، حتلاقي نفسك مع كل لفظ يتحرك قلبك، الله أكبر. هذا إذا أنت صليت لحالك، عاد كيف لو صليت مع أحد الأئمة الذين يعني يقرؤون آيات تلامس جراحك، حتكون صلاتك غير. كيف لو أنت الله أكبر قرأت الحمد لله رب العالمين، والله ما تقدر تكمل، إيش أنك جاي من كسر وعندك فقد، عندك ألم، فصلاة الذي بحوزته ألم أو يحمل ألما ليست كصلاة الإنسان الذي يصلي اعتيادا الله أكبر. صلاة الإنسان الذي أعطاه الله نعمة وقدم إليه شاكرا الله أكبر ليس كصلاة إنسان معتاد على الهم، عادي عنده قدرات غريبة جدا، مو قدرات غريبة جدا، عنده فلسفة في حياته طنش وكذا، لكنه في النهاية يحوم حول الهم، يحوم حوله، والهم يعني يسوقه بالسياط، يضرب فيه، هو عنده قدرة لكنه ينهار يوم من الأيام لأنه ما عنده معتمد بالصلاة، ما عنده ركيزة، ما عنده ركن شديد يستند عليه. صلاة المذنب بعد الذنب ليست كصلاته قبل الذنب. صلاة الذي يرجو شيئا وانكسر يعني داخل على الله سبحانه وتعالى ليس كصلاة إنسان عنده كل حاجة. صلاة الإنسان إذ تذكر فضل من الله سبحانه وتعالى أن نجاه من حاجة ودخل إلى صلاة وتذكر آية ونجينا الذين آمنوا، ويتذكر أن الله سبحانه وتعالى نجاه من مصيبة وكذا، ربما يهتز في هذه الآية. إيش الفكرة هنا؟ الفكرة هذه الفكرة هي تقودك إلى الراحة النفسية، إلى أنك أنت الهم هذا سبحان الله يصغر في يعني داخلك حتى تعلم أن الله أكبر من كل شيء. أنا أقول دائما يا جماعة حقين التنمية البشرية، إيش اللي يخلوهم يعني يخليهم دائما أصواتهم معتلية والناس يسمعون لهم؟ لأنهم يتكلمون بالفأل، والقرآن كله فأل. شوف القرآن إيش كله فأل، والله العظيم والله العظيم. ذاك اليوم زي كذا جالس أسمع الواحد، أنا أحب المحاضرات هذه، يتكلم عن كل حاجة، واه مدري إيش أسوي وأفعل وأيقظ، كله معتمد على النفس، ركيزة على النفس. وإنت في أذكار الصباح والمساء ولا تكني إلى نفسي لأنك ضعيف، أيقظ. طيب إيش يقولوا لك هم؟ كلام افعل وأنت فيك وأنت جيد. ترى هذا كله الله سبحانه وتعالى، لو جيت تتأمل تفاصيل كيف الله سبحانه وتعالى يدبر أمرك من خلال القرآن، كيف إنه الله سبحانه وتعالى يوريك إنه يدبر أمر النملة، أمر الدابة، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كده. إيش يصيبك؟ هذا خالق السماوات والأرض، مو كلام واحد من البشر. يعني من الأشياء اللي أنا أقولها دائما، انسى أمسك وأنت ابن اليوم، ولا هذا كله كلام هش، إحنا متعلقين بالأمس،
حجور نحوم نحوم، احنا متعلقين بالامس، ما لنا الا ان نذهب الى الصلاه. لما نروح للصلاه احنا ذهبنا الى الركن الشديد، الى ذي العظمه والجبروت، الى صاحب كل نجوى منتهى كل شكوى، عظيما من اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. انت في كنفه الان، الله اكبر، امسك معك ما حيتركك. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، جوارحك كلها راحت للرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الله يقول من فوق سبع سماوات فوض إلي عبدي، ودول حقنا التنمية البشرية، انسى أمسك، لا تنسى أمسك يا حبيبي، خليك مع الله وأمسك هذا، الله سبحانه وتعالى يصلح ويصلح مستقبلك، والله يصلح بكن، والله تلك المخاوف التي تخاف منها، الأمس، الأحزان، ها، والمخاوف المستقبلية. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الآيات في القرآن توقظك، توقظك يا أخي، تخيل تفزع إلى الصلاة يا أخي، مهموم 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 مهموم. جرب يوم من الأيام تروح تقول الله أكبر، والله الذي لا إله إلا هو، إنك بس تستشعر فكرة إنه الله وفقك إلى أنك تقوم بين يديه، اعلم أنه سيريد أن يزيل هذا الهم ويستجيب لك، هذا يقينا. ليش في ناس لما يجيب الهم إيش يسوي؟ يروح يسوي غلط أكبر منه، تلاقيه يشرب مثلا، صلاة السامعة، يسكر، يزني، يفعل الفاحشة، يفعل المنكرات من أجل أن يتناسى هذا الإشكال اللي عنده، يتعاطى مخدرات، لكن الله يسوقك رغم معاصيك ورغم اللي عندك ورغم الفجور اللي عندك، يسوقك إن الله سبحانه وتعالى يوديك، يقودك للحرم مثلا، تروح تشغل السيارة تروح الحرم تصلي، بس بتصلي، سويت العمر بتصلي، يقودك الله سبحانه يشغل يعني عفوا، تقفل باب غرفتك تقول الله أكبر، اعلم أن الله هنا رغم معصيتك له أو معصيتك له، قادك إلى أن تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. ترى إنك تقول الله أكبر، إيوك يجيك إبليس يقول لك طيب المعصية اللي سويتها قبل شوية، هذا يريد الشيطان يوصل له، إذا وصل له أبعدك، أنا ما أنفع، لا تنفع حبيبي يا أخي. بمجرد أن الله يوفق يقول لك، خلاك يسر لك أنك تقول الله أكبر ودخلت في كنفه، ايش تبغى؟ والله لو عندك معاصي الدنيا كلها، ها؟ والله لو عندك ذنوب بلغت عنان السماء، دم فوق دم فوق دم فوق دم دم، ها؟ وقلت الله أكبر، اعلم أن الله يريد أن يغفر لك. ما أرحم الله. ما أرحم الله. تكون في السرير، تفعل ما تفعل، ثم كذا في لحظة تقوم تتوضى تصلي، اعلم أن الله يريد أن يغفر لك. تكون في هم ضايع مشتت، تقوم تصلي، اعلم أن الله يريد أن يلم شملك. تتأخر، يأتي بها الله في الوقت المناسب، بالمقدار المناسب، في الزمان المناسب، في المكان المناسب. اللي يسوي كده ما يرجع خايب أبدا، والله ما يرجع خايب أبدا. دعواتك هذه ما ينساها الله. وما كان ربك نسيا أبدا. يا أخي الموفق للصلاة هو الموفق للخير. يأتي الإنسان بأعمال، أهم شيء الخمسة الأركان هذه، صح 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 صح، الفجر، الظهر، العصر، المغرب والعشاء، أنت في خير. بينهم معاصي الله يغفر ما بينهم، ما اجتنبت الكبائر. أي رحمة تلامسنا؟ طب واحد أصاب الكبائر، فليفزع إلى الصلاة، فليفزع إلى الصلاة، يا ربي إن عظمت كده، تخيل على الفاتحة وقراءة القرآن وتقرأ قل يا عبادي، الله ناداك يا عبدي وضمك ضمن العباد، الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا
إنه هو الغفور الرحيم. والله يا شباب أنا أتكلم مع الشباب خصوصا وكذلك البنات إخواتنا، الصلاة 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 إياك أن تتركها، مهما كان شكلك، مهما كان ذنبك، مهما كان عندك من تاريخ أسود، إلا الصلاة، الخمس الصلوات هذه. من أحب أن يلقاه الله سبحانه وتعالى راض عن غافرا له ذنبه فليحافظ عليهم. ها؟ مسألة بسيطة خصوصا في هذا الزمن اللي اضطربت فيه الأمور، وأصبح الحلال حراما والحرام حلالا، وأمور كثيرة معقدة. لن ينجيك من هذه الأمور إلا الصلاة. ليش الصلاة فيها جوتها فيها قرآن كلام الله سبحانه وتعالى؟ تخيلوا يعني مثلا واحد في خضم هذه الشهوات والفتن والشبهات وفزع إلى الصلاة، راح إلى الصلاة ما كلم يا أخي. أنت لا تحسب الصلاة هي مثلا اللي عنده لحية ولا اللي قدامك هذا هو الصلاة، لا لا، لك أنت مهما كان ذنبك مهما كان شكلك يعني تروح تفك الباب، الخمس صلاة تحافظ عليها. تبغى تعتلي يعني باختصار، تبغى اختصار باختصار باختصار، تبغى تعرف منزلتك عند الله، شوف صلاتك بس بالمختصر. تبغى تعرف منزلتك عند الله، انظر إلى صلاتك باختصار، لا تطولها ولا تشرح ولا تعبر، بس هذه هي. ليش أقول الكلام هذا؟ لأنه إحنا عندنا مشكلة إنه نربط الذنوب في أفعالنا الخيرية، وأهم فعل في الطاعات الصلاة. يعني أنت لما تقول الكلام هذا أنا أقول لك يعني وإن كنت ما كنت إلا الصلاة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أنت خرجت من الدائرة، تمام؟ أنا بعطيكم حاجة مهمة جدا، إيش من الأشياء اللي يعني تخليك تتفكر في الصلاة هذه قد إيش هي جميلة، قد إيش إحنا يعني في خضم الأعمال. أنا بقول لكم يعني اليوم سبحان الله انشغلت والله يا جماعة من الفجر إلينا الآن، حتى الآن ما كنت بسوي بث، والله تعبان عمال من الفجر إلين يعني قبل ساعة مشوا من عندي، يدوب بس كده نزلت لكم إني بسوي بث وكذا، ورحت تروشت وغيرت وكذا من هد في مثلا خلينا نقول ال 12 ساعة هذه، 12 ساعة هذه خلاص تتعب. لما تدخل المسجد، أنا أتكلم عن شيء يعني وأنا مهدود يعني سبحان الله، الله أكبر. لما إنسان يخش بهذا النفس إنه هو تعبان ويقول الله أكبر في رحلة أخرى، فسبحان الله قاعد أطل في اللي حولي، تمام؟ يعني سبحان الله قبل الصلاة كده زي التخيل، يعني كل واحد عنده هم، كل واحد عنده مشكلة، هذا كبير في السن يشكو من مرض هذا، وأنا جاي بصحتي بس تعبان مهدود. أفضلنا من هؤلاء كل الجموع اللي في المسجد هنا، تمام؟ مين أفضل واحد فينا؟ الذي أصاب الخشوع في الصلاة، اللي يستشعر هو الآن حاضر بين يدي مولاه سبحانه وتعالى. فحاولت أني أنا لا الله أكبر حاول، كانت صلاة جميلة. ليش؟ لأنه هذا المبدأ وهذه الفكرة، هذه المنطقة من التأمل تخليك أنت تخشع في صلاتك، أنه أفضل الموجودين هنا أخشعهم، وترى الدرجات ما بين السماء والأرض بين كل الجموع، وأفضل الناس وأفضل إنسان موجود في الجمعة هذه إيش؟ اللي يخشع في صلاته لكي يحسنها. أنا مرة كنت أتكلم مع بعض الشباب أقول خلي عندك مشروع في حياتك، مشروع هذا مشروع العمر، تمام؟ قضية تحسين الصلاة، تحسين الصلاة، تحسين الصلاة، تحسين الصلاة. إيش تحسين الصلاة؟ يا أخي صلاتك قبل سنة نفس صلاتك الآن، خشوعها، أدائها، تعلمك، فقهك في الصلاة، هل نفس المسألة لما مثلا تنسى سبحان الله سبحان ربي الأعلى في السجود، ما أنت إلى الآن ما تعرف إيش تسوي؟ هذه الأمور، هذا الأمر في قضية تحسين الصلاة من ناحية الفقهية، من ناحية الأدائية، من ناحية الخشوع، لابد يتحسن. مع مثلا بحط هدف الشهر هذا أنا بحافظ على الأداء في الوقت، الآن عندي هدف الشهر كامل بسم الله حققت منه 80%، صلاتي قاعدة تتحسن، عندي هدف مركز عليه بعيدة. ليش لما تشيب اللحانة ها نكون إحنا
مع العجائز كده في الصفوف الأولى، لأنه إحنا عندنا مراحل كثيرة من تحسين الصلاة. فاهمين إيش أقصد؟ يعني ما هي مسألة والله قاعد نصلي اعتيادا، ما تدري إيش يصير لك في خواتيم الحياة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالخواتيم. حسن صلاتك، حسن صلاتك في الخشوع، حط عندك مناطق للخشوع. يعني مثلا في ناس يقول لك من مناطق الخشوع إنه يتأمل الإنسان إنه هذه آخر صلاة يصليها، ممكن يخاف يبدأ يصلي بخشوع. تناسبوا هذه الفكرة. في ناس يقول لك لا، موعد مع الملك، تجده قبل الصلاة يقرأ كذا أحاديث عن عظمة الله سبحانه وتعالى وكذا، تجد إنه خلاص بعد فترة تجد بعض الشباب يصلون صلاة سرية ويبكي في الصلاة. ليش؟ لأنه عنده مسألة إنه هذه الصلاة قاعد هو شغال عليها تحسين. فلما عنده الله أكبر كل شيء، تجده حتى لو ما عنده هم، ما عنده دين، ما عنده مشكلة، ما عنده ذنب، لكن لما يخش الصلاة تجد التعظيم، تعظيم. هكذا كان السلف. واحد يقول لك وقت الوضوء يحمر وجهه ويصفر، ألا تدري من سأقابل؟ سأقابل ملك الملوك سبحانه وتعالى. الله أكبر من كل شيء. في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام صححه الإمام الألباني أن العبد إذا توضأ وأحسن الوضوء ثم أتى المسجد، ها اسمع الحديث، أن العبد إذا توضأ وأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد فهو زائر الله. تخيل فكرة الحديث، فهو زائر الله، وحقا للمزور أن يكرم الزائر. حديث صححه الإمام الألباني، وحقا للمزور. يا أخي أنت لما تخرج الصلاة أنت زائر الله، مين يقدر عليك؟ مين يقدر يأذيك؟ أنت في كنف الرحمن سبحانه وتعالى. تدخل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. تدخل إلى المسجد تارك كل الدنيا، أنت زائر الله، الله أكبر، ضيف عند الرحمن سبحانه. تخيل جاء أنت معك هم، مديرك في العمل ظلمك، يا ويل. واحد تكلم عليك، يا ويل. واحد شفت الصلاة إيش تسوي؟ تخيل أنت في سجدة تقول يا رب انصرني، يا رب أزل همي، يا رب اكفنيهم بما شئت، يا رب فرج همي. حقا على الله أن يكرم المزور، أن يكرم الزائر. أنت زائر الله. هذا الحديث تستحضر قبل الصلاة إيش حيصير؟ والله تروح الصلاة تستنى، ما يمكن ما تستنى الأذان، تروح. لأنه بس إيش إحنا نقول؟ قضية التحسين. حلو انك تروح لحاجه، ما في مشكله، ما في هو قاضي الحاجات سبحانه وتعالى. من فين بتروح يا يعني؟ فين بتروح؟ مالي ومالي الاقوياء، مالي وانت يا ربي ورب الناس ما اقواك. خلاص انت رايح للركن الشديد. طبيعي كل انسان عنده حاجه يروح لله سبحانه وتعالى، لكن احلى حاجه انك تذهب الى الله سبحانه وتعالى في كل حينك. ليش؟ من كان مع الله في الرخاء كان الله سبحانه وتعالى معه في الشدة. سأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الصلاة، وأن يجعلها قرة عين لنا. حسنوا الصلاة، حط أهداف عندك أنه السنة هذه صلاتي في عام 1443 حتتغير. عندي هدف صغير، هدف قصير المدى، هدف طويل المدى، تمام؟ يؤديني إلى الرؤية، رؤية أنه أنا أكون من أهل الصف الأول، المقيمين الصلاة، الذين يحبون الصلاة. أنا ألاحظ واحد من الأصدقاء، والله يا جماعة مرتب حياته لأنه رتب صلاته هو، أجده يفرق عن الشباب كلهم لأنه يحب الصلاة. التأثير اللي أدى، اللي جعل في الصلاة يعني قذفت الصلاة في نفسه تأثيرا، خلى التأثير هذا ينتقل لطلابه. يعني الناس كلهم اللي يحاولوا يعرف هذا الآدم يحب الصلاة، حتى رسائله في الواتساب الصلاة 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 الصلاة. حتى مرة كان أتناقش معه يتكلم عن الصلاة، يعني يقول أنا ما وجدت مثل الصلاة علاج لكل حاجة. فهمتوا شو أقصد؟ إخواني وأخواتي الشباب والبنات اللي معانا الآن في البث، مهما أرجع وأقول، مهما كنت سيئا، لكن انت ما انت سيء، والله فيك خير، تمام؟ كلنا ترى احنا، انا وانت، احنا مستترين بستر الله سبحانه وتعالى.
احنا مستترين، عفوا احنا مستترين بستر الله سبحانه وتعالى. لا تتخيل ان الله حيطردك، لا تتخيل ان الله يبعدك، لا تتخيل ان الله ما حيتقبل منك، لا تتخيل ولا تتوقع ولا تظن ان الله سبحانه وتعالى لن يستجيب لك. والله والله لو كشفت الحجب لبكيت حياء حياء من الله. شوف انت امس ايش سويت في الخفاء، وشوف الان انت جالس بكامل صحتك، صح صح ولا لا؟ شوف انت قبل قول سنة كاملة لو انت مسكتها قاعد تركز في السيئات اللي سويتها طوام، لو واحد من البشر شافها بس والله والله ما يقول في وجهك، ولا انه يعني ما يعني اخذ عنك صورة الى ان تقوم الساعة. لكن الله سبحانه وتعالى لا لا لا, لا. شفت السجلات هذه؟ اني رحت بس اليوم قلت الله اكبر الحمد لله رب العالمين. وتتذكر جيب هذا الذنوب معك في الصلاة، موطن القوة، المكان الآمن، المنطقة التي لا يعود فيها الإنسان خائبا، لأن كل جوارحك تستعظم الملك سبحانه وتعالى. منقادة خاشعة لله سبحانه وتعالى، خضعت له الرقاب، ولانت لقدرته الشدائد الصلاب، أمره نافذ، إذا أراد أن يهلكني أهلكني، وإذا أراد أن يقيمني أقامني، سلمت أمري له. يا عظيم السلطان سبحانك من إله ما أعظمك، ما أجل شأنك، لا إله إلا أنت، أتيتك بذنوب بلغت عنان السماء، أعرضها بين يدي رحمتك، أنت الرحيم. يا ملاذي يا ملاذي، أنا الغدار أنا الغدار، أنا الذي نقضت العهود، ها أنا بين يديك، أتيتك يا الله يا كريم، اغفر لنا، تجاوز عني، اللهم هذه ذنوبي بين يديك، أعرضها بين يديك، قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، اللهم إني أعلم أنك غفار، وقلت وقولك الحق، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، اللهم أتيتك، اللهم أسألك الهداية، يا غفار اغفر لي، يا من رحمته وسعت كل شيء، اللهم إني شيء فالتسعني رحمتك، أتيتك. تخيل وانت في الصلاة في السجود قاعد تقول هذا الدعاء او رافع يدك في صلاة الوتر، ما يغفر لك؟ والله يغفر لك، مو بس يغفر لك، يبدل سيئاتك هذه السجلات السوداء الى حسنات. مو بس كذا، تعرف لو دعيت بعدها انت الان خالي من الذنوب، المنكسر الى الله، عاقد النية بالتوبة النصوح، والله يعود كيوم ولدته امه خاليا من الذنوب، ما عنده ولا ذنب. لما ما يكون في ذنوب ترفع عندك على طول يستجاب لك. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى يقول إن الله يحب التوابين، يحبهم الله. يا أخي واحد فعل ذنب مثلا كبيرة، فعل كبيرة ثم انتهى، ما يقبل الله. يا من عدا ثم استحى ثم اعترف، يا من عدا ثم اعتدى، ركزوا معايا، يا من عدا ثم اعتدى ثم اقترف، عدا ثم اعتدى ثم اقترف، راح واعتدى سوى المعصية واقترفها ثم انتهى ثم استحى ثم اعترف. أبشر بقول الله في آياته إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يغفر لهم ما قد سلف، يغفر لهم ما قد سلف. أنا مخطئ، أنا مذنب، أنا عاصي، هو غافر، هو راحم، هو كافي. قارنتهن ثلاثة بثلاثة ولتغلبن أوصافه أوصاف، وهو الرحيم سبحانه وتعالى، يرحم يرحم يغفر يتجاوز من أقبل إليه. مسألة بسيطة، روح للصلاة، افزع للصلاة، عندك هم
روح للصلاة، عندك ذنب روح للصلاة. إياك أن الشيطان يقول لك همك لن يذهب، إياك أن الشيطان يقول لك ذنبك لن يغفر. والله لو تقرأ القرآن ها والله ستخرج بفائدة مهمة جدا، اللا مستحيل مع الله في كل شيء، في كل شيء، في غفرانه، يغفر لمن يشاء، يتجاوز عمن يشاء. أتى رجل من بني إسرائيل يقرع صاحبه تب إلى الله، كف عن هذا، أقلع، يكفيك، أقل، أترك. وذاك يقول له خلني بيني وبين ربي، وكل ما شافه على معصية أقلع أترك. هذا يقول خلني بيني وبين ربي، في الثالثة أقلع أترك، قال خلني بيني وبين ربي. ثم تألى على الله، هذا الإنسان الطائع قال والله لا يغفر الله لك، الله من فوق سبع سماوات، قال من ذا الذي يتألى عليه، من ذا الذي يتألى عليه، مين مين ماسك مفاتيح الجنة وما يقدر يدخل بكيف ويخرب، مين هذا من البشر؟ ادوني اسمه. من ذا الذي يتألى علي؟ غفرت له وأحبطت عملك. الحمد لله الذي جعل رحمته بيده وليست بيد أحد من البشر. الذين يعصون الله سبحانه وتعالى، أنت لم تراهم وهم يبكون، لم تراهم وهم يجاهدون أن لا يكشفون أمام الناس، لم تراهم وهم تحرقهم يحرقهم ويلهبهم سواط الضمير، هم يأكلون أنفسهم، لم تراهم، فقط شاهدت الخطيئة وفرحت بها ونشرتها بين الناس، لكن لو تعلم ما فيهم من حبهم لله سبحانه وتعالى، والله لكففت هذا ولا انشغلت بنفسك، ولا علمت أن الانشغال بالنفس أولى بالكلام في الناس والحديث عنهم. هؤلاء المذنبون، هؤلاء ترى، هذول ترى المعترفين الذين لا يجاهرون، المستترين بستر الله سبحانه وتعالى، ترى هذول في المعسكر مع الطيبين، ترى هذول مع الأخيار، ده معسكر الطيبين، ترى مهما فعلوا، مهما مدام مستترين بستر الله سبحانه وتعالى وعندهم ضمير يأكلهم ليل نهار، يحرقهم ليل نهار، انت ما تشوفهم الليل كيف يجلسوا يبكوا بين يدي الله سبحانه وتعالى، كيف نفسياتهم. لذلك أدعو لهم أن يغفر الله لهم وأن يبدل حالهم. إياكم 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 الشماتة أو الحديث عنهم، والله ما في حياتي بأم عيني رأيت من يتحدث عن الناس وهو تقي فعل ما فعل الناس. افزع إلى الصلاة، اتركك من كل ما ترى، افزع إلى الصلاة. ضاقت عليك الأرض ما رحبت، مثل كعب بن مالك يقول كنت أصلي فوق أسطح، عنده يقين الله حتيجي توبته. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب الله عليهم يتوب. إياك إياك أن تكون في معسكر الضيق وأن الله لن يغفر لك، مهما أذنبت أنت ستكون في معسكر الأخيار. يوم من الأيام صلاتك هذه اللي أقول لك افزع إلى الصلاة ستعيدك إلى هذا المعسكر، وستكون في المقدمة في الصفوف الأولى. يكفي أنك تحب هذا المعسكر، الطيبين، الأخيار، الصالحين، يكفي مع هذه الصلاة، من دون هذه الصلاة لا يكفي، لا بد يكون عندك صلاة. حافظ عليها أرجوك، أبوس راسك، لا تترك الصلاة مهما كلفك الأمر. كنت نايم نومة، احنا نقول لها نومة أهل الكهف، يعني النومة دي الطويلة، ها قوم صلي الصلوات كلها، لا تلقى الله سبحانه وتعالى بصلاة ناقصة. إياك الصلاة الصلاة الصلاة. تبى تشوف النبي عليه الصلاة والسلام، صلاتك. تبى ترتاح في دنياك، صلاتك. تبى تشوف الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، صلاتك صلاتك صلاتك. تبى تشوف الصحابة رضوان الله عليهم في الجنة، صلاتك. خليها مشروع حياة، تحسين تحسين إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. أرجع أركز على النقطة الأساسية،
أرجع أركز على النقطة الأساسية، مهما فعلت لا تترك الصلاة. اتفقنا؟ ممكن فاصل اشرب مويه بس. لحظة يا حبة، خلوكم معي دقيقة. الصوت واضح يا حبايبي؟ خلوكم معي دقيقة. أيوة حبيبي حياك الله، يلا جيك دحين. السلام عليكم. يا الله يسعدكم حبايبي، يرضى عنكم، الله يحفظكم. نختم نقول: اللهم يا سامع كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا الله ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اجعل قرة أعيننا في الصلاة، اللهم اجعلنا من أهل الصلاة، اللهم اجعلنا من أهل الصلاة. اللهم إن رأيتنا نزيغ فردنا بالصلاة، اللهم حبب في قلوبنا الصلاة، اللهم زين في قلوبنا الصلاة، اللهم اجعلنا من مقيم الصلاة، اللهم اجعلنا من مقيم الصلاة، اللهم اجعلنا نتلذذ بالصلاة، اللهم اجعلها أحب إلينا من الماء البارد عند الظمأ. يا رب العالمين، يا رب العالمين، اجمعنا على الصلاة وعلى القرآن وعلى كل خير يا رب العالمين. هدنا إليك، اللهم عدنا إليك، اللهم تبنا إليك، فتقبلنا يا رب العالمين. اللهم اجمعنا على كل خير يا رب العالمين، لا تجعل معنا ولا فينا ولا منا بعيدا عن الصلاة، لا تجعل معنا ولا فينا ولا منا بعيدا عن الصلاة، قد طردته عن جنابك وأبعدته عن صلتك. اللهم لا تطردنا، نحسن الظن فيك، اجعلنا من مقيم الصلاة يا رب العالمين. وذرارينا وأهلونا ومن لهم حق علينا يا كريم، ومن أحببناهم فيك ومن أحبونا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. صلوا عليه. مشروع العمر تحسين الصلاة، لا تترك الصلاة مهما كان ذنبك، عشان نشوفكم إن شاء الله في الفردوس الأعلى ونشوف النبي عليه الصلاة والسلام. وعد ها، لما نقرأ كده في الكومنتات كلها، وعد، ارفع عليكم وعد، ما نترك الصلاة إلى أن نلقى الله، مهما كان، مهما ارتكبنا، مهما سوينا. يلا نكتب كلنا وعد، يلا كلنا وعد من الله. أنا أكتب أولكم، يلا وعد: كنا نايمين غفلنا، كنا أقوياء إيماننا زاد، نقف. وعد: ما نترك الصلاة. وعد: ما نترك. وعد: الله ما نعرف أكتب. ما نترك يا بو إيش بو، ما نترك الصلاة. يلا يعطيكم العافية. وعد: يا رب يا رب وفقهم واسعدهم يا رب، واشرح صدورهم من اليوم، اللي ما كان يصلي يصلي من اليوم، من اليوم لا تترك الصلاة. تمام؟
الله يسعدكم ينور دروبكم يا رب. والله فرحتوني تجمع الطيب تقريبا قريب الألف يا رب. اسعدهم فرج همومهم واجعل قر والله إن جعلك الله تصلي يعرف أنه بيدخلك الجنة. مختصر الكلام تحافظ عليها الخمسة دي ها أنت إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى يعني في حرز عظيم في الدنيا والآخرة. السلام عليكم.